انا شفتهم اصحابي سبقونا وهي قاعده مسكن في الشارع، وقال في الحبوسات وقال لي ما يتميتها واللي كل واحده وشنو اللي سالها باش يقبلونا. فمليتنا صعيب شويه باش يقبلونا، دونك الواحد باش يختار الشارع. نوصل 40 سنة تحل معلمة، تحل معلمة، عندي القانون 40 سنة تحل. حليت معلمة، جوني بعثوا لي الإدارة، بعثت لي الجرجاني، بعثوا لي النساء يهزوا التليفون يطلبوا يقول قديش عندك بيت، نقول لها عندي أربع بيوت، يا بعثوا لك أربع ساعات. فما خدمة، كان فما برشا بنات، كنا 120 طفلة، 35 ولا 60 بطل معطاها مشرفة. طبعا بشوية بشوية كل ما ينقصوا واحدة اللي تغلط أبسط الغلطات يخرجوها تمشي كمسكينة للشارع. ما عادش فما برشا خدمة، أي حاجة اش ما جات تو تبدلت. قبل كانت خدمة، عايشين الحمد لله يا ربي، معايشين صغارنا، مخلصوا كرواتنا، معناتها عايشين منها بالكدا. تو لا ما عادش. سكر كارتي في 2011، ظلموا علينا جماعة الإرهاب في الثورة، ضربونا، جبنا نشارات، جبنا علينا فرودة، خرجونا من كارتي قبصة. أنا بسم الله تفجعت، رقدت في السبيطار، قعدت شهر في غيبوبة. وقتها عمري 17، أول مرة مشيت معناها عملت محاولة ومشيت مع أولادهم في الأكبر مني. قالوا دخلت، كي دخلت ما كنتش متوقع هكاك، معناها عالم اخر، ما كنتش متوقع ثم بلاصه في تونس هكا. اللي تخدم في الكارتي معناها منعوتها بالصباع، سي معناها المجتمع ينبذها، فهمت كيفاش؟ مستوى معيشتها وعيشتها والبروغراماسيون نتاعها وكلها في الكارتي، تخرج من الكارتي تولي زيرو، فهمت كيفاش؟ بالنسبه للكليون لا، الكليون كانوا عنده حق في الكارتي، المجتمع يظل عنده الحق في الكارتي. مش كيما بركات المحمية، بالطبيب، بالكابوت، بالباترون، مش كيما توا، توا كي نهز واحد نبدا خايفة، قد ما عندي شكون يحميني، ما عندي شكون يقطع معايا، نبدا خايفة، دخل معايا كل يوم آخر، بعد ما ريقل أموره، نحالي فلوسي، ضربني، خنقني، لحمي توا أزرق. خشمي كان تشوفيه مكسر من وقتها، ما عادش نحب الناس، وليت نطلب بالليل نعبر نطلب. ما تلقى حد شيء هنا، لا تلقى لا شهرية، لا تلقى لا باش يعطيوك كتا باش تو تعطيك قرض. قلت انت شنين الخدمة اللي عندك باش نعطيك قرض؟ عندك شي شهرية مثلا باش نقصلك عليها ولا عندك؟ هنا ما عنديش. كيفاش انت باللي يعرفوك هذه كانت تخدم في البلاصه الفلانيه؟ لا ما خدموهاش حتى
انت ما يعرفكش يجي لي باش يختمك يجي نهايرين ثلاثه يقودوا يمشي يقولوا هذه كانت تخدم المخو يقول لك سامحيني يا اختي انا جبت واحده اخرى. وفما انا هنا خدمت في تونس فما زملائي اللي تلقاهم ساكنه مذبوحه مطيشه ما يفيقوش بها قديش من وحده ذبحوها قتلوها ترى كان الدم خارج من بيتها ما تفرش بها. احنا زملاء انا كي نلقى صاحبتي زميلتي ميته مذبوحه ما نجمش نخدم هنا نقعد نسكر الدار ونقعد يقول لي انت علاش مسكر الدار انت وبرا كان صاحبتك ماتت ويزمك ترخي راسك عن خاطر سي ما تدخلت ليك البلاصه هيك ما عادش عندك الحق في المجتمع وين مش تمشي لازمك تسكر في موكاكا واحنا تسكر هاو احنا في الشوارع تنبدنا من المجتمع كامل.